الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس كيف تصبح معلم جوجل معتمد. نكمل اليوم مع تطبيق جوجل دوكيومنتس. من أهم الخصائص الموجودة في هذا التطبيق قدرتك على إضافة أو إدراج صورة في هذا الملف. لديك تقريبا 6 خيارات لإضافة الصورة، سواء كان التحميل من الكمبيوتر من الديسكتوب أو البحث في الويب، وهذا من أهم الخصائص، أو عن طريق درايف، فوتوز بإضافة الرابط، أو حتى التصوير بالكاميرا إذا كنت تستخدم هاتفك الجوال مثلا أو جهازك اللوحي. نبدأ بالتحميل من الكمبيوتر. بالضغط على هذا الزر سوف يأخذك مباشرة إلى الديسكتوب الخاص بك، فتقوم بتحميل الصورة. وهنا نلاحظ أنه قد تم تحميل الصورة بدون أي يعني خطوات إضافية. من أهم الخيارات هو البحث في الويب. عند البحث في الويب تستطيع أن تضيف الصورة مباشرة دون الذهاب إلى أي صفحة أخرى بكتابة ما تريد البحث عنه، ثم سحبها إلى الملف. إذا كنت مثلا لا تريد أن تقوم بسحب الصورة إلى الملف، تستطيع بالضغط عليها، الضغط أيضا بعدها على زر Insert الموجود في أسفل مربع البحث. Insert، سوف يتم إضافة الصورة أيضا بشكل تلقائي إلى الملف الخاص بك. هذه من أهم يعني المميزات. كما ذكرت لكم تستطيعون الذهاب إلى درايف والبحث في درايف عن صورة تريد إضافتها إلى الصف، بالضغط عليها مرة تستطيع سحبها ثم إضافتها إلى الملف الخاص بك، ولكن لا تنسى أن تجعل الصورة متاحة من خيارات المشاركة. ممكن أيضا أن تقوم بإضافة الصورة من فوتوس إذا كان لديك صور على فوتوس من الألبوم الخاص بك، تستطيع أن تقوم بسحبها ثم إضافتها أيضا إلى مجموعة الصور الخاصة بك. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم، كيفية إضافة صورة تعديلها. شيء أخير قبل أن نختم الفيديو، بالضغط على الصورة ستظهر لك خيارات تعديل هذه الصورة، سواء كان بالقص أو سواء كان ب يعني تبديل الصورة أو حتى بالتحكم بالألوان لتجعل الصورة يعني شفافة، أو تجعل الصورة طبيعية، التحكم بالألوان، الإضاءة، كل هذه الأشياء موجودة في خيارات Image Options. لا تنسوا القيام بعمل سبسكرايب لهذه القناة، الضغط على زر الإعجاب، والقيام بمشاركة الفيديو مع من تشاءون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.